اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه شويه تنوع، ولكن الفكر الطهوي غالب على الماتيريال. ماتيريال بسيط، بتنجان، لحمه مفرومه، شويه برغل بتاع الكوبيبه بس الخشن منه. البرغل ده نوعين، اللي هو منتجات القمح الصلب، عشان نعرف البرغل ده جاي منين. جاي من القمح الصلب، بيطلع منه البرغل الناعم والبرغل الخشن. البرغل الخشن بيخش في بعض الاكلات زي برغل بتفين، لحم بالبرغل، سمك بالبرغل وهكذا. هنعمل برغل بالشعريه النهارده، اسمه برغل بتفين بالشعريه، عدل اللحمه اللي انا هعملها مع البتنجان اللطيف الحلو ده، هنعمله كريسبي مقلي، هنطور من اكله البتنجان، هنعمله رولز كده، محشي لحمه مفرومه وفليفر، وبعد كده يخش في مراحل البانيه ويتقلي يتعمل زي الاسكالوب، حاجه حلوه فيها افتكاسه طهويه. الحلو بتاع النهارده، لا تجيب لي شوكولاته لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا انا مش عايزاها. البطاطا النهارده معانا بطاطا حلوه، هعملها النهارده بالكريمه ونشوفها مع جوز الهند تبقى ازاي، واخده الفليفر والمهلبيه والوايت صوص، لطيفه وجميله. وانا من عشاق البطاطا الحلوه، اي نعم هي مش في الموسم بتاعها، في بعض المحلات بتبيعها في اي وقت. البطاطا الحلوه قيمه غذائيه عاليه جدا، وغنيه بالبروتين وغنيه بالالياف الجميله الحلوه، والسكريات بتاعتها سكريات امنه غير الكربوهيدرات اللي موجوده فيها. هستاذن حضراتكم، هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف فكره عمل البطاطا بطريقه جديده، برغل بتفين بالشعريه، البتنجان اللي هنطور منه النهارده ونعمله كريسبي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف التفاصيل الصغيره ولكن طعم جديد وشكل جديد. معايا البتنجان هنعمله رولز النهارده، محشي لحمه مفرومه، حاجه كده واخده سكه الاسكالوب بانيه. معانا بتنجان، ونجيب البتنجان العروس الطويل بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه. وانا انصحك لما تشتري الخضروات بتاعتك او الفاكهه انت تشتريها بنفسك، في متعه كده لطيفه. معانا لحمه مفرومه، معانا البصل والثوم والتوابل بتاعتنا والبقسماط والبيض، والبقسماط والبيض زي الفل، ده مهم جدا. ادي البقسماط والبيض معانا اهوت عشان تبقى كل حاجه معانا زي الفل. حلو الكلام، تعال شوف ازاي هنعمله مع بعض. اول خطوه بحضر البتنجان ان انا احشيه، ولكن مش هنحشيه كاللي احنا بالطريقه اللي احنا عارفينها. البتنجان معايا اهوت زي الفل، طازه، ونعرفه طازه ازاي اول ما نشوف العشبه بتاعتها دي او الزهره دي خضره كده، نعرف ان هو ايه طازه وزي الفل. نيجي هنا نقطعها كده بالشكل ده كده، ونيجي ايه واخدين منه الرقائق. طب هنلفه ازاي يا عم الشيف رولز؟ هعلمك دلوقتي على حاجه حلوه، يبقى احسن مني كمان في لف البتنجان. هنعمل محلول حمضي من ماء مغلي وعصير ليمون وشوية ملح. هنحط البتنجان ده في قلبه ونحشيه مع بعض دلوقتي. فكرة ونطور من البتنجان، مش كل يوم هناكل بتنجان بابا غنوج متبل، بتنجان محشي. بتنجان بالشكل ده كده، نجيب شوية ملح هنا بزيادة شوية. حلو الكلام، ونحط في المية بالملح دي شوية مية مغليين، يعني مية سخنة بدرجة الغليان تقريبا بالشكل ده كده. ايه الفكرة يا عم الشيف؟ هنعمل عملية تليين لشرايح البتنجان، دي رقم واحد. رقم اتنين، شوفت بتبقى الخبرة الطهوية هنا، البتنجان ده يعني حديد، يعني أكسدة، واضح ان هو ممكن يسود مني وانا شغال. اقوم اعمل ايه؟ الليمون ده كده، عصرة ليمون، تعملي فروت سلاط، في تفاح وفي موز، تقطعي بتنجان زي ده كده وتشتغلي فيه. شوفي بس دي الخبرة الطهوية هنا، وادي الليمون ده هنا في قلبها كده. ده المحلول الحمضي بتاعي، ملح وليمون ومية مغلية. حلو الكلام؟ انسي ان البتنجان هنا يسود منك نهائيا. وبعدين هيدي فليفر وطعم للبتنجان بتاعي.
لان انا هشيل لحمه مفرومه دلوقتي، هاخد اللحمه المفرومه اتبلها زي الكفته، كاني اعملها كفته بالظبط. عصره الليمون دي مهمه جدا. تمام زي الفل. هناخد البتنجان بتاعنا نحطه هنا كده. الله عليك يا عم الشيف، والله عليك شويه اختراعات بيريحوا ست البيت والله. لا مش هحط خل، خلي كده هنخللوه. شفت كده المخرج لازم طبعا يحط نفسه. شفته حلو كده. دي مش عايزها، نجل دي برضو نقطعها كده. ما تيجي تقطعيها بالشكل ده كده اهو. الله ها. والله احنا بقى البتنجانيه دي شويه فيها بذر. حلو الكلام. هناخد دي كمان بالشكل ده كده اهو، ونجهز القعده بتاعتها كده، ونيجي هنا اهو. في طبعا مقشره تاخد لك البتنجانيه. والله البتنجانيه دي شكلها محظوظ كده، قلبها ابيض اه. شفتوا اه. حلو. ولازم تكون سكينه مشرشره اه. اهم حاجه الخطوه اللي انا عملتها دي، اللي هي الافتكاسه دي. ميه مغليه فيها عصير ليمون فيها شويه ملح، ونخليها على جنب. البتنجان يتقطع يتحط في قلبيها. وعلى فكره ممكن نعمل بقى 20 30 واحده، مفيش اي مشكله. عندنا زيت هنحمر طبعا فيه البتنجان ده. خلي بالك لا تعوري نفسك. السكينه بالراحه كده. تمام زي الفل. اشيل دول من هنا، بس انا مش هرمي البتنجان ده. شوف الشيف المغازي هيعمل ايه بقى. البتنجان ده يتقطع وينزل على اللحمه المفرومه. اوعى تفكري ان انا ممكن ارمي اي حاجه في ايدي، خلي بالك. حلو. البتنجان اهوت يتاخد ده كده اه بالشكل ده كده. معايا لحمه مفرومه مش هنعصجها، الحاجات دي مطلوبه انك انت تكون حاضره الذهن على طول، لان دلوقتي اللي هيتابعنا يقول لك انا عشان مثلا احشي بتنجان كيلو البتنجان بالشيء الفلاني ارمي نص البتنجانيه. يا راجل يا طيب، انت لو صبرت على رزقك ربنا يكرمك. ادي البتنجان بتاعنا زي ما هو كده، تقطع بالشكل ده كده. ده على فكره دول لما يتحمروا دلوقتي وينزلوا على اللحمه المفرومه بتاعتنا اللي احنا هنقلب معاها بصل وتوم كاننا هنعملها كفته، هتاكل صوابعك ورقه. اه البتنجان ده بالشكل ده كده زي الفل، او تعملها سلطه نفس التقطيعه دي. خلي بالك اه، تعمل سلطه تبقى لطيفه برضو. تاخد زيت زيتون ومعلقتين طحينه، وعملت طبق مقبلات. انما في حاجه تترمي مع الشيف ربنا يزعل مننا اه. هناخد البتنجان ده بعد التقطيعه دي يا عم الشيف طريقتين، يا اما قلت لحضراتكم نعمله سلطه، يا اما ان احنا ايه هندخله في الحشوه بتاعتنا. ادي البتنجان بتاعنا، شوف البياض وشوف الحلاوه، ما يسودش ابدا اه. عصير الليمون عليه زي الفل. هناخد البتنجان ده يا عم الشيف نحمره مع بعض. اللهم صل على النبي. حلو بالشكل ده كده. نحط عليهم البصلية الناعمه، ده هينزل على اللحم المفروم. فص التوم الحلو، شويه الملح الحلوين. حلو. معلقتين الزيت، ونسيبهم على النار مع التقليب. دول هينضيفهم لحشوه اللحمه. ده الجديد اه. عندك مشروم تضيفيه على اللحمه ما عنديش اي مشكله. تقليبه حلوه مع شويه زعتر كده، انا جودت في الحشوه بتاعت اللحمه اهو. الله. على نار شديده كده، واسيبهم يتحمروا شويه على ما نجهز اللحمه بتاعتنا. طبعا البتنجان ده لما يستوي على النار بالتاكيد طبعا بيبقى طري، ما بيبقاش بنفس الكميه دي كده. نجهز اللحمة المفرومة بتاعتنا. كاسرولة موجودة معانا، ده اللحم المفروم بتاعنا. لا يا غالي مش هنعصج اللحم، لحمة تتحط نية، لحمة مفرومة نية. البهارات بتاعتنا، تبل حتة اللحمة الحلوة. ده المطبخ، ان انا باقل تكلفه ممكنه اقدر ان انا اعمل
شكل جديد وطعم جديد، وفي نفس الوقت كمان قيمة غذائية عالية جدا. فلفل اسود مع اللحم، شوية الملح التمام، هنقلب حتة الكفتة دي مع إضافة البقدونس الناعم، الله، مع إضافة معلقة هريسة حلوة، كل ده عم الشيف سنة شبت صغيرة عشان البتنجان ومشاكل القولون. شفت بقى الشيف شغال ازاي؟ تقول لي يا شيف بتنجان مع اللحمة، طب ما انا بحب اللحمة المفرومة، هي ناقصة؟ القولون بتاعي تعبان، انا نفسي اكل بتنجان بس مشكلتي مع القولون. معلقة شبت صغيرة، معلقة كمون، عالجنا مشاكل القولون مع البقوليات ومع الحاجات زي البتنجان زي الكرنب الحاجات دي كلها. عندي هنا البتنجان بيتحمر، شايفة التحميرة دي مع البصلية مع التومة، عشان كده ما حطتش بصل ولا توم في قلب اللحمة. الله الله، لو عندك شوية مكرونة سباكيتي مسلوقة دلوقتي والبتنجان ده ياخد صوص طماطم كأنه لحمة مفرومة، ونعمل المكرونة السباكيتي بالبتنجان، طلعينا يحبوها قوي على فكرة. يا سلام لو عندك شوية فراخ متقطعين مكعبات صغيرين ويخشوا على البتنجان ده كده، ونعمل طاجن البتنجان بالفراخ. كل دي أفكار طهوية وأنا شغال، اللي هي محطة الإبداع اللي بيسميها المغازي. يا سلام على البتنجان دي بالتقطيعة الحلوة دي كده، معلقتين طحينة، عصرة ليمون، زيت زيتون، بقى طبق مقبلات وهكذا. نقلب اللحمة دي كده بالتتبيلة بتاعتي، اللهم صل على النبي. حتة اللحمة خدت طعم تاني وشكل تاني. مدرسة الكفتة. شوف بقى التركية اللي جاية. طبعا وجود البتنجان مع اللحم مطلوب، ولكن وارد جوة حشوة البتنجان اللحمة دي تفك مني، أعمل إيه؟ هي دي معلقة الدقيق الصغيرة دي في التقليبة. حلو الكلام؟ ناخد البتنجان بتاعنا ده، معلقة الدقيق لها دور كبير جدا على فكرة. البتنجان هنا هينزل سوائل جوة اللحمة، وجود الدقيق في قلب الخلطة بيمتص السوائل. أنا بدخلك جوه تفاصيل الأكلة، جوه التفاصيل التفاصيل. ناخد البتنجان بتاعنا، اللهم صل على النبي، شوية البهارات الحلوين، تقليبة حلوة. في الحالة دي هنقلب كده بمعلقة خشب عشان دي سخنة. الله على الحلاوة. شفت الحشوة دي؟ لا في كتاب ولا في كراسة، فين يا مغازي؟ في الطاسة. جت معايا ازاي دي مش عارف انا، لا في كتاب ولا في كراسة. شفت اللحمة مع البتنجان، الله عليك، شفت قلبتها، الله، حشوة لطيفة. ممكن نحشيها لفراخ، ممكن نحشيها لحمام، طوري من البتنجان. انا مش بطور منه عشان هو رخيص، لا، عشان القيمة الغذائية العالية بتاعته، غني بالحديد، غني بالمعادن، غني بالالياف، مفيد جدا، بيعالج مشاكل الامساك، حلو للاعصاب، حلو للذاكره. بتنجان موسوعه غذائيه. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض نشتغل بقى، نجيب طبق ونشتغل بانيه. الله عليك، ونوسع لنفسنا كده، ونوقف كده الوقفه الحلوه دي كده، وناخد كده شريحه البتنجان الحلوه. مخرجنا الجميل، ربنا وعدك بزيارة النبي، قول امين. بص، محشي. شفت الجمال؟ هو ده. حلو، ونخليها هنا. شفت البتنجانيه بتنتني معايا على طول ازاي؟ هو ده تاني. ده الجديد. حطيناها في ميه سخنه. شفت البتنجانيه ولا تتكسر ولا اي حاجه، الفها في ده كشمره هتطلع. ما بص على الحلاوه هنا، ركز معايا. بص دي البتنجانية تتكسر مين يا طيب؟ ميه مغليه، عصره ليمون، شويه ملح، ميه مغليه، عصره ليمون، شويه ملح. هنا الابتكاسه، هنا الخبره. حلو الكلام. لحمه مفرومه جواها بتنجان، لحمه مفرومه جواها يا عم الشيف، جواها بتنجان. حطها كده زي الفل. طبعا عندي بقسماط وعندي بيض. شفتي؟ بحضرها كده زي الفل، التكسيره دي، واخدها تاني كده. تسيبوني بقى اشتغل الفيلي شويه 30 40 واحده، لان الفكره عجبت حماتي
وهات في حماتي نعمين ها. ونطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نكون لفينا 20 30 واحده مع بعض، علشان هنعزم النهارده قرايبنا واصحابنا على فكره طهويه جميله غير مكلفه ولكن طعم وشكل جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، نعمل شويه حلوين. بتنجان معانا، بتنجان المفروض يقعد في شويه ميه بالليمون زي ما حضراتكم شايفين، بناخدها كده زي ما هي اهي. بص الشريحه دي اخر واحده اهي، بحطها كده واخد اللحمه المفرومه بتاعتي اهي، كميه اللحمه المفرومه على حسب حجم الحبات البتنجان، وهلفها كده اهو اهو زي ورق كرومب اهو اهو، والعود التسبيكس الصغير ده كده هنا لغايه لما تتحمر بس ونشيله. حلو الكلام؟ اه. دول كفايه، نعمل كمان شويه مع بعض. ناخد دي كده، دي مقطوعه معايا او مديها ايه حته صغيره كده من اللي موجود عندي. اه هو ده، شفت المطبخ؟ اه ما تترميش يا اختي. لكن ما هي يا فندم، ما فيش حاجه تترمي مع الشيف ابدا. زي ما هي كده اهي. بصي والله يا شيف طورت من البتنجان ده، كبيره معانا مسقعه. يا ستي يا طيبه خليكي معايا، الموضوع بسيط خالص اهو زي الفل. ده انا اتعمدت اعمل المتقطعين دولت علشان المخرج قال لي طب هترميهم ازاي يعني؟ انت قلت التبذير اهي. بص اهي اهي، ودي كمان اهي اهي زيها جنبيها زي الفل اهي. خليهم جنب بعض كده واشتغل كده مع حضراتكم اهو اهو اهو. اللحم اهي اهي، والفها كده اهو. دي هتخش دلوقتي على بيض وبقسماط. حلوه قوي، نخليهم كده ونشيل كل حاجة من هنا. خش على المرحلة التانية من عمل البانيه. معانا من البيض ثلاث بيضات، ومعانا بقسماط. حلو؟ واحدة واحدة كده عشان الطبق ده مهم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. عينيا اهو. 1 2 كفاية. حلو الكلام؟ هناخد ده يا عم الشيف. طبعا وجود البيض بس هنا مش كفيل عشان يشيل الخلطة، لأن الملمس بتاع البتنجانة غير ملمس اللحمة غير ملمس الفراخ. ناعمة طبعًا مش هتشيل. نقوم نعمل إيه بقى؟ هي دي التركاية. هناخد البيض ده كده، فص توم حلو نتبله، شوية بقدونس نتبله للبيض. اسمعي كلامي بس كده عشان الموضوع هنا فيه خبرة طهوية. معلقة صغيرة من الفليفلة الحلوة دي كده على البيض. الله عليك يا عم الشيف، الله عليك لما تبدع. معلقه نشا على البيض. كل ده شيف؟ معلقتين دقيق على البيض. الله، حلو الكلام. هنقلب كل دول بالمضرب. شوف بقى التركايه هنا. ده بيض ونشا والبهارات بتاعتنا. عصره ليمون، باذنجان يحب الليمون. خلص الكلام، ونقلب دول كلهم مع بعض. وهناخد من الخليط ده يا عم الشيف ونشوف هنعمل ايه. الله عليك، هو ده. تفاصيل صغيره ناخد دي مع بعض كده اهو في قلب الخلطه دي. شفت الشقاوه اهو؟ ونشيلها من هنا تنزل على البقسماط. ناخدها هنا تنزل على البقسماط. الله عليك، خدتها هنا. شفت اهم حاجه الخليط يكون له القوام ده، نشا ودقيق. وجود النشا مع الدقيق هيديني صلابه، هيديني كريسبي للبتنجان بتاعنا. حلو. تاني اهو. تكلفه هنا كلام فاضي، هو البتنجان وهي اللحمه المفرومه، شغل المسقعه بتاعتنا اللي احنا عارفينه. يمكن بس الاضافات هنا شويه البيض والخبره الطهويه. بقسماط، عندي الزيت هنا درجة حرارته 180. باخد البتنجان كده نفس القصة. والله طورنا من البتنجان، برضه لحم مفروم. كل الكمية احطها هنا.
عشان ما احطش ايدي تاني فين في البيض. وانا شغال كده اهو مع اللي انا عاملها دي مع بعضيها، اوريها لحضراتكم دلوقتي هنشوفها اهو، احطها هنا مكانها اهو، ونفس القصه. ده المطبخ يا شيف. المطبخ ده لما اخد العربيه بتاعت السوبر ماركت واروح املاها بقى وادفع لي 5-6 آلاف جنيه، طب انا بجيب كل حاجه جاهزه، فين الابداع الطهوي هنا؟ هاخد ده كله مع بعضه ونيجي عند الزيت بتاعنا اللطيف ده كده، اللهم صل على النبي، ونشتغل مع بعض كده واحده واحده. اخبار الزيت ايه؟ درجه الحراره بتاعته زي الفل اهو كده. شفت بقى اهو كده كده اهو بالشكل ده كده اهو، هو ده امرمى، واحطها في ايدي كده عشان البصمات ياخدها من فوق وتحت زي البطاطا الكروكيت اهو. الله، في قلب الزيت مع بعض يلا اهو اهو. ولادك مش بيحبوا البتنجان، جربي معاهم الطريقه دي كده، هيقول لك يا ماما اعملي لنا كل يوم ده اهو. في قلب الزيت. والله يا شيف ده طريقه سهله جدا، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ كنت فين من زمان اهو. وانا شغال البانيه. البصمات اللي عندك ده بعد ما تخلصي هتشيل الكلاكع اللي فيه، وتبداي يا عم الشيف نعبيه في اكياس ونشيله في التلاجة. عايزين نحمر جمبري بعد كده نحمر، عايزين نحمر فراخ بانيه هنحمر وانا شغال واسويها بايدي كده في قلب الزيت. ده ما يتقلبش كتير وجود الدقيق جوه اللحمة المفرومة من البداية خالص هتسيب الجمبري وتاكل البتنجان ده. لا ما انا رايح على سكة تانية. يعني لو في جمبري كريسبي هنسيبه وناكل البتنجان يا استاذة، ده اللي انا اقصده. حلو، الله عليك. اجهز دول كده حلو عشان اخش على اللي بعده، ومعايا البتنجان بيتحمر وانا واقفه زي الفل. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ بص على الحلاوه دي، بص على الجمال ده كده. هو ده هو ده هو ده. سيبهم في قلب الزيت، هنقول لكم دول ليه تاني في الاخر. ايه الاخبار هنا؟ بص على الحلاوه بالله عليك، ما تزعلنيش منك، ما تفوتش الفرصه دي بالله عليك معايا شويه يا فاروق. اساتذه المصورين حبايبي، الفرص الحلوه لا تتعوض شيله كده. هو ده ده كباب ده والله انت بتضحك. كباب ولا قلت لي ارفع كمان؟ اهو هو ده هو ده. تعالوا مع بعض نغرف الشويه اللي احنا عملناهم دول سريعا. اللهم صل على النبي. طبق زي ده كده حلو. الله عليك يا عم الشيف، حلو قوي. ممكن على فكره نقدم معاه صوص طماطم اذا احنا حابين جرنش. جرنش يا باشا، جرنش برزنتيشن يا باشا. شفت الحلاوة دي؟ شفت الجمال ده؟ يتاكل يا فندم. ولو حطيت بقدونس وحمرته برضو برزنتيشن، غير من الشكل عشان العين ما تاخدش على الشكل. وبالشوكة هرفع البتنجان مش بإيدي كمان، عشان أثبت لحضراتكم إن مفيش حاجة إيه فكت. هاخد البتنجان كده. الله عليك يا شيف، الله عليك يا شيف. ده البتنجان حيرناه مسقعة، حيرناه بابا غنوج. انت بيعمليه بقى وما تقوليش للضيوف بتوعك ان ده بتنجان خالص. سيب البتنجان للبتنجان، بعد ما ياكلوا كده ويشبعوا جوزك جاي بقى معصب من الشغل، انا عامله لك اكله جديده النهارده. كلمي بقلب جامد، وراكي سند الشيف المغازي في المطبخ معاكي، هيديك الافكار. لا تفكري ولا لا تفكري ولا تحتاري. شفت باشا زي الفل تمام اهو. شفت الحلاوه؟ نحمر الاثنين التانيين. يلا احنا ورانا حاجه. الف انا وشيف في الزيت، في الزيت. مع السلامه. انا هحط الطبق ده هنا، مخرجنا تتغزل فيه على ما نشوف الشعريه وصلت لفين. في حاجات هنا خطفة النظر وخطفة الانظار. بتنجان رولز، سميه بقى بوبيت، سميه بتنجان كريسبي، بتنجان محشي، سميه باسمك، بتنجان ام احمد، ام محمد، ام سعيد، وهكذا. ده البتنجان بتاعنا، شرايح حشيناها لحمه مفرومه. طبعا الاستاذ ملاح بيقول لي حطيت اللحمه نيه ولا مستويه؟
طبعا حطيتها نيه عشان تاخد الشكل الدائري او الشكل المربع جوه البتنجنايه، ما ينفعش احط اللحمه متعصجه، واسيبها تاخد راحتها في السوى. حلقات النهارده بساطه سهوله مرونه، قدرنا ان احنا نعمل افكار بسيطه وسهله بتفاصيل صغيره ولكن الطعم والشكل جديد. عملنا البرغل زي ما حضراتكم شايفينه كده بالشكل الحلو ده كده، وعملنا البطاطا الحلوه، وعملنا طبعا الابداع الطهوي البتنجان رولز باللحمه المفرومه. في بعض الناس مش بتحب اللحمه المفرومه، ممكن نستخدم بدل اللحمه المفرومه فراخ مفرومه. مش عاجبك الفراخ حط جمبري عادي براحتك انت وجيبك، مفيش اي مشكله. البتنجان لا يعترض على صديق ابدا، سواء لحمه سواء فراخ سواء جمبري. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.